زار مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس الأردن في إطار زيارته للمنطقة للاحتفال باليوم العالمي للاجئين. ونقلا عن بيان غوتيريس، قد جاء إلى الأردن من أجل الوقوف إلى جانب الشعب السوري في وقت حاجتهم الماسة. وقد أكد المفوض السامي على أن التضامن الدولي الضخم فقط يمكنه أن يسمح لدول الجوار بأن تكون قادرة على الاستجابة لاحتياجات اللاجئين السوريين، مؤكدا على دور تركيا والأردن ولبنان في الإحاطة بهؤلاء ومساعدة الفارين من الحرب في سوريا. كما أعرب المفوض غوتيريس عن قلقه إزاء الظروف الصعبة التي يعيش في ظلها اللاجئون في المخيمات. زيارة غوتيريس إلى عدة دول كالسودان ودارفور والعراق والأردن تأتي في إطار جولة في إفريقيا والشرق الأوسط بهدف تعزيز الدعم الإنساني لملايين العراقيين والسوريين المشردين بسبب النزاعات الداخلية والحروب. كما وصل غوتيريس إلى البحرين لتعزيز علاقة المفوضية مع دول الخليج والعالم الإسلامي. في هذا المنجم في جمهورية الكونغو الديمقراطية يكثر الطلب على معدن الكولتان. وفقا للبنك الدولي يعمل مليون شخص في الوحل لاستخراجه، 40% منهم أطفال غالبا ما تقل أعمارهم عن 10 أعوام، مشكلة ترتبط مباشرة بنقص التعليم. لا أدرس، عملي يقتصر على الحفر. قطاع التعليم يفتقر إلى الاستثمارات، وأمام المنظمة غير الحكومية المحلية تحديات كبيرة. لا ينبغي أن يعمل الأطفال في المناجم، مكانهم الطبيعي هو المدرسة. لسوء الحظ لا توجد مدارس في هذه المنطقة، وإذا تواجدت فهي مدمرة. الحل يتمثل في بناء مدارس وتحسين رواتب المعلمين كي يترك الأطفال المناجم ويتعلمون. كما أن الكولتان يستخدم في صناعة معظم الأجهزة الإلكترونية، معدن أساسي يتم استخراجه على حساب صحة هؤلاء الأطفال. ووفقا لمدافعين عن حقوق الإنسان، العمل في الواحل بأيديهم يعرض حياتهم للخطر. سيصاب الأطفال العاملون في ظروف صعبة بأمراض خطرة، وسيعانون من الربو ومشاكل تنفسية أخرى، كما أن صعوبة الاستفادة من النظام الصحي ليست في صالحهم. ومع هذا يحذر القانون الكونغولي عمل الأطفال في قطاع التعدين، لكن في روبايا الصمت يسود عن هذه الممارسة. تشهد على ذلك، يمكنك زيارة المناجم، لا يوجد أي طفل في هذه المناجم. ظروف صعبة ووسائل تقنية بدائية. في الكونغو 90% من فرص العمل لا تتطلب اختصاصا، وفي غياب أي حل على المدى الطويل باتت حظوظ الالتحاق بالمدارس لهؤلاء الأطفال شبه معدومة.